السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي، هيا بنا نتعرف على درس جديد من دروس التربية الدينية الإسلامية، وهو درس بالحكمة والموعظة الحسنة. في الدرس ده هنعرف طريقة كيف يدعو الإنسان أخيه الإنسان للإيمان والإيمان والتوحيد بالله سبحانه وتعالى. يبدأ درسنا اليوم بأن سفينة تسير بهدوء وسط الأمواج. الدرس عبارة عن قصة ونتعلم منها شيء جميل، وعليها مجموعة من علماء الأزهر الشريف الذين يبعثهم الأزهر لتعليم الناس الإسلام. طبعا مجموعة من علماء الأزهر رايحين مكان معين ويركبون سفينة لكي يعلموا الناس تعليم الإسلام. وكما نعلم أن الأزهر الشريف هو منارة العلم على مدار مئات السنين، وأنه يقوم بهداية الناس لله سبحانه وتعالى، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وذا مكان عالية بين دول العالم أجمع. طيب نشوف إيه اللي هيحصل بعد كده. ولذلك الدعاة دول يتميزون بسعة العلم وحسن الخلق والقدرة على الحوار والإقناع. يبقى هنا العالم أو صفات الداعية لازم إن هو يتميز بسعة العلم، ما ينفعش حد يسألني سؤال ما أكونش عارف إجابته، ماشي؟ وايه تاني؟ وحسن الخلق والقدرة على الحوار والإقناع. ما ينفعش ان انا اكون ادعو الناس الى الاخلاق الحسنة وانا عكس ذلك، صح؟ وايضا ان انا اكون عندي قدرة على الحوار والإقناع. وكانت السفينة متجهة نحو جزيرة أرجوان، ويعيش فيها اناس يسجدون للشمس من دون ايه الله. طيب الجزيرة دي موجودة فين؟ قالك في المحيط الهندي. طب قلنا بتسمى جزيرة ايه؟ الأرجوان. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ فقرر فريق الدعاة زيارة الجزيرة ودعوة أهلها للإسلام. طبعا الجزيرة دي زي ما احنا عارفين كانوا أهلها بيسجدون للشمس من دون الله، وواجب على علماء الأزهر أو العلماء دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكان الوقت بعد صلاة الفجر، فقال رئيس المجموعة: إن مهمتنا مباركة لأننا خرجنا لندعو في سبيل الله، فكيف ستدعون الناس؟ طبعا بيسألهم عشان يعرف هم هيدعوا الناس ازاي، او الطريقة اللي هيوصلوا الناس بيها للإسلام. قال الشيخ أحمد: سندعوهم يا أخي كما علمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النحل. هيا بنا نستمع إلى الآية ونشاهد مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. والآن نستمع إلى الآية مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. والآن هيا بنا نتعرف على شرح هذه الآية وتفسير بعض معانيها. ولكن يا سنة خمسة قبل ما نبدأ،
اسف سنة ستة قبل ما نبدأ لازم نعرف سبب نزول الآيات. عندما قتل المشركون سيدنا حمزة، واحنا عارفين ان سيدنا حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم قتل في غزوة أحد، عندما قتل المشركون سيدنا حمزة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ومثلوا بجثته وأخرجوا أحشائه من بطنه، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقرر أن ينتقم منهم شر انتقام، فأمره الله سبحانه وتعالى بالصبر. وهيا بنا نتعرف على تفسير بعض المفردات في هذه الآية الكريمة. سبيل ربك أي دينه، بالحكمة، بالقرآن والأسلوب الحكيم، الموعظة الحسنة، القول الرقيق، جادلهم أي ناقشهم، يمكرون ينوون الشر ويخططون له، الذين اتقوا أي تجنبوا الكفر والمعصية، محسنون يؤدون الطاعات على أفضل وجه. هيا بنا نتعرف على شرح وتفسير هذه الآية. يبين الله في هذه الآيات صفات الشخص الذي يدعو إلى الإسلام، فيجب أن يكون لينا في أقواله، يحاور الناس بالكلمة الطيبة المهذبة التي تستميل قلوبهم للإسلام. يعني ما سنة ستة ما يكونش فظ كده، ألفاظه صعبة أو طريقته شديدة، ويجادلهم بالبراهين والحجج الواضحة. لازم يبقى عنده أدلة أو براهين من القرآن الكريم في اللي هو بيقوله. والله عالم بالضالين والمهتدين. والله أيضا يبين سبحانه وتعالى لرسوله إن العقاب يكون بمثل الاعتداء، وإن صبر المسلم وعفوه أفضل عند الله وهو خير للإنسان أيضا ما لم يكن الاعتداء على الدين. يبقى الإنسان لو صبر واحتسب وعفى عن الآخرين هذا شيء جميل، بشرط لا يكون الاعتداء على الدين. ويبين الله لرسوله ضرورة الصبر والاستعانة بالله وعدم الحزن على الكافرين الذين لم يؤمنوا، فالله سينصر عليهم لأن الله مع المتقين. وبعد أن انتهينا من شرح وتفسير الآيات، هيا بنا نعرف ما ترشد إليه الآيات. الآيات أكيد طبعا القرآن الكريم جاء لينصحنا ويعزنا، فأكيد في أشياء نستفادها من هذه الآيات. طب إيه ما ترشد إليه الآيات؟ هيا بدنا نتعلم، أو ماذا نتعلم من هذه الآيات أو ما ترشد إليه الآيات؟ أول حاجة زي ما احنا عرفنا الدعوة إلى الله إزاي تكون؟ تكون بالكلمة الطيبة وبالفعل الحكيم. يبقى الدعوة إلى الله تكون بالكلمة الطيبة وبالفعل الحكيم. تاني حاجة بتعلمها سنة ستة، العنف لا يولد إلا العنف، لذلك أمر الله رسوله بالعفو والصبر طبعا وحسن المعاملة. تالت حاجة إن الله ينصر دعوة الحق وهو مع المتقين والمحسنين، يؤيدهم وينصرهم. والآن هيا بنا نتعرف على بعض الأسئلة التي قد ترد في هذا النص الدرس. كيف ندعو إلى سبيل الله؟ ندعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. طب ماذا نتعلم من الآيات؟ الآيات اللي احنا كنا قايلينها من شوية. بنتعلم من هذه الآيات إن الله ينصر دعوة الحق، الدعوة إلى الله تكون بالكلمة الطيبة، السؤال الثاني، ماذا نتعلم من الآيات؟ بنتعلم من هذه الآيات إن الله ينصر دعوة الحق،
كما نتعلم أيضا الدعوة إلى الله تقوم بالكلمة الطيبة. والسؤال ممكن يأتي بصورة أخرى، بيقول لي ده علامة صح وعلامة خطأ. والسؤال بيقول الحكمة واجبة مع التعامل مع الأعداء؟ الإجابة صحيحة. طب العفو عند المقدرة من صور الضعف؟ الإجابة خاطئة. الآن مع سؤال المتفوقين، والسؤال بيقول كيف تكون النصيحة والدعوة إلى سبيل الله؟ السؤال مرة تانية، كيف تكون النصيحة والدعوة إلى سبيل الله؟ وننتظر الإجابة منكم، وإلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.